الغضروف الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. دكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم. نفسي أعرف مين الجزء في الجسم المسؤول عن كلمة التهور؟ أكيد في حاجة معينة في الفص الأمامي في المخ، في خلل عند الناس دي. التهور هو إيه؟ إن نعمل شيء غير مجرب، غير مؤهل أنا له جسمانيا وفيزيائيا وتدريبيا. في حاجات كتير اللي احنا شفناها دي عايزه تدريبات، عايزه قدرات بدنيه معينه. ضيف العزيز النهارده القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في عالم جراحات المخ والاعصاب اللي بيشرفنا دايما وبيبدع وبينور لنا مناطق مظلمه بشكل كبير جدا، مش دلوقتي بس، عبر سنوات طويله من دعمه الرائد للثقافه الطبيه في عالم جراحات العمود الفقري، الرائد القدير والاسم الكبير الاستاذ دكتور يوسف الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، المؤسس والمدير لمستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه. ضيف العزيز، اهلا بيك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن، اهلا بيك. عايز ابدا بس بحته مهمه قوي، هل لازم الحادثه تكون كبيره عشان تضر العمود الفقري ضرر كبير، ولا ممكن يبقى حاجات بسيطه وتبهدل العمود الفقري؟ لا، ممكن يبقى حاجات بسيطه جدا وتبهدل العمود الفقري. ممكن مطب صغير يعمل مشكلة كبيرة جدا في فقرة عند مريض. شفت مرضى مثلا على مدى حياتي العملية كل مشكلتها انها راكبة العربية والسواق خد مطب جامد جدا، جالها كسر في فقرة، مريضة جالها انزلاق غضروفي ادى الى شلل نصفي، مريضة جالها تزحزح فقاري نتيجة شرخ في فقرة بسبب مطب صغير او فرملة جامدة. ده ساعات ناس تبقى ماشية، مجرد ماشي في الشارع وحاجة خبطته وقعته على الأرض، يوم هيحصل في مشكلة كبيرة جدا في العمود الفقري. وهنا بقى بيأتي دور حاجتين اتنين، العقل في والحكمة في التعامل مع الآلات أيا كانت الآلات اللي أنا بستخدمها، سواء أنا بستخدم منشار كهرباء، بستخدم عربية، بركب، حتى في شغلي. مش لازم كمان المغامرين الخمسة أو المغامرين اللي بنشوفهم دول في الفيديوهات اللي هو حاطط كاميرا وقاعد بيصور، ده احنا ساعات كتير جدا التهور بيبقى في الحياة والأعمال اليومية. دايما بقول الإنسان اللي قاعد على المكتب وفاكر نفسه سوبر هيرو، حاطط الكمبيوتر قدامه والتليفون على ودنه وبيكلم زبون قدامه، وما أكثر هذا في مع موظف البنك، لازم هيجيله انزلاق غضروفي عنقي وبتحصل. وبالتالي احنا لازم يبقى عنا بتنصب على الصيانة الدائمة للعمود الفقري والحفاظ الدائم على العمود الفقري زي الآلة اللي في ايدك. صيانة دائمة هي اللياقة البدنية اللي ليها عاملين مهمين جدا، العامل الأساسي هو الرياضة، والعامل الأساسي التاني هو النظام الغذائي، وأهم من ده كله بقى إن أنا أشوف شغلي بيتطلب إيه وكيف صحتي ووضعي على شغلي. لو أنا هقعد على المكتب فترات طويلة يبقى أنا محتاج رياضة تساعدني في ده فترات طويلة، هتكون رياضتي اللي هي بتساعد على استقامة الظهر، وهتكون رياضتي بتقلل الكرش، وده مهم جدا. لو أنا بقى راجل بشيل وبوزن وبحط أحمال وبعمل، يبقى رياضاتي هتبقى أن أنا أتدرب نفسي على الصقل والأوزان والكلام ده كله. زي ما بنقول مفيش مرة واحدة بتحصل فيها المشكلة، المشكلة هي دائما تراكم لمشكلات صغيرة جدا جدا جدا، وتيجي مشكلة سواء كانت صغيرة أو كبيرة تسبب الكارثة الكبرى. في سؤال مهم جدا وعايز حضرتك تسهب فيه، لأنه المنطقة دي أنا شايف عقل الناس بعيد عن إدراكها. إيه الأعراض المنذرة المقلقة الريد فلاجز اللي تبدأ تنبه المريض أرجوك بسرعة لازم تذهب إلى الاستشارة الطبية؟ أنا بقول الجملة دي ليه؟ لأن أنا بقابل مرضى
بيشتكوا من اعراض وبقالهم سنين بيعانوا منها وما راحوش كشفوا، وبستغرب جدا ان هم ما راحوش كشفوا. طيب هضيف لحضرتك حاجة تانية مهمة جدا، المريض كمان لن يكتفي في ظهور الأعراض دي بأن هو يروح يكشفه بس، ده لازم كمان يعمل أشعة بالرنين المغناطيسي، ولازم الكشف بتاعه ده يبقى عند حد قيمة كبيرة جدا تتناسب مع حجم المشكلة. إيه بقى المشاكل؟ لو أنا بيجي لي ألام في الظهر أو الرقبة متكررة يوميا وفي نفس وقت الحدوث، يعني أجي من شغلي كل يوم أقعد، مجرد ما اقعد على في البيت ابدا الالم ياخد في ظهري او في رقبتي. لو انا بصحى من النوم بالام في الظهر او الرقبه متكرره. لو انا عندي الم بيجي في الظهر او الرقبه ومصحوب بالم بطول ذراعي او بطول رجلي، يبقى هنا احنا بنتكلم بمنتهى الوضوح عن حاجه ضغط على العصب من اول خروج العصب ما بين الفقرات. لو أنا عندي ألم والألم ده بيجي معاه تنميل في الأطراف سواء في الإيد أو الرجل، لو أنا عندي ألم وبدأت إيدي تضعف، أمسك كوباية الشاي إيدي تتهز، ألاقي نفسي مش قادر أزرر القميص بتاعي بشكل كويس جدا، لما بمسك حاجة دقيقة بتفلت من إيدي وبالتالي إحكام عضلات إيدي الدقيقة ما بيحصلش، يبقى أنا لازم هيكون عندي مشكلة في الأعصاب وتحديدا في الفقرات العنقية. لو أنا بيجيلي الألم ده وبدأ يبقى عندي ضعف في القدم، يعني الرجل بدأت تفلت مني، لما أجي أعدي السجادة تكعبلني، لما أمشي طوبة صغيرة توقعني، أمشي ألاقي رجلي بتحدف، أمشي ألاقي ما عنديش اتزان، أمشي ألاقي نفسي بقع أو بمشي على ناحية، لو أنا بعرج نتيجة ألم بطول رجلي، لو أنا عندي ألم وبدأت أحس إن أنا كمان رجلي أو إيدي بتخس، يبقى العضلة بتقل. لو أنا عندي ألام بتيجي أو ما عنديش ألام وبدأت أحس إن أنا إيدي بتترعش وضعفت والعضلات بتاعت إيدي خست أو لدرجة إن العظم باين، يبقى أنا عندي مشكلة في الفقرات العنقية. لو أنا عندي ألم وبدأ يبقى عندي عدم تحكم في البول، قبل ما أدخل الحمام البول عايز يجري مني، دي نقطة مهمة جدا. المريض اللي عنده ألام أو عنده تنميل وبدأ يحس إن هو مش قادر على الاتزان في المشية، نقطة مهمة جدا جدا. كثيرا من مرضى الفقرات العنقية الآلام لا تتناسب مع حجم المشكلة، يبقى عنده ألم بسيط قوي بس عنده تنميل أو العضلة بتخس في إيده تبان إنها نحيفة جدا جدا. الآلام اللي بتيجي في الظهر وبتؤدي إلى ضعف في العلاقة الجنسية، كل دي حاجات مهمة جدا جدا، كل دي أعراض ما ينفعش معاها السكوت، وما ينفعش كمان أكتفي بأن أنا أروح لدكتور ويديني شوية مسكنات أو معدات، لازم أعمل أشعة رنين مغناطيسي ولازم أرجع لمتخصص. وما نخافش دايما أنا مش هروح للجراح عشان يقول لي عملية، لا ده أنا هروح للجراح عشان هو أول حد هينبهني بأمانة شديدة إزاي أتجنب العملية لو أنا جاي في وقت مناسب. لكن مشكلة الجراحين ان هو الناس بتجيلهم بعد ما تبقى خلاص، ما ينفعش غير الجراحه. لكن لو انت جاي تاخد راي الجراح ده بدري بدري، تاكد ان 80% من الحالات هنقول لها لا مفيش عمليه، خدي علاج، اعملي الصح في كذا في كذا في كذا في كذا. بنلمس ده في المجتمع، حتى نلاقي واحد صاحبك بيشتكي انا عندي مشكله في كذا، طب نعمل اشعه رنين؟ لا مش مستاهله قوي، يعني اكتب لي بس حاجه كده، انا هعمل اشعه رنين عشان اهتم بيك، مش مجرد ان انا هديك شويه ادويه او مسكنات، هي اشعه الرنين دي هتقول لي المشكله ايه وفين وازاي على المدى البعيد اتجنب ان انا ادخل في حيز العمليات الجراحيه. ظهر معنى مهم منتشر دلوقتي جدا، هو جراحه المحدوده التدخل. ما المقصود بكلمه محدوده التدخل؟ وهل اصبحت كل الجراحات يمكن ان تؤدى بهذا الاسلوب اللي هو محدود التدخل؟ هو مفهوم جراحات محدودة التدخل نشأ نتيجة التقدم العلمي في الجراحة واختراع الميكروسكوب والمنظار والليزر والجراحة الملاحية، وبالتالي دي ادتنا الفرصة ان احنا نختزل العملية الكبيرة جدا جدا في عملية صغيرة. مش معنى محدودة التدخل ان انا هعمل حتة من العملية واسيب حتة، مش معنى ان انا هعمل العملية بالجراحة الملاحية أو بالمنظار أو بالميكروسكوب جراح تاني ما بيشتغلش بالحاجات دي يضحك عليك ويقولك لا نعملها فتحة أحسن عشان نعمل كل حاجة، لا احنا بنعمل كل حاجة في الجراحة محدودة التدخل. بس يعني ايه مفهوم محدود التدخل؟ هو بالظبط كده زي أنا عندي أوضة، الأوضة دي عايزة أدخلها
أنا معايا المفتاح، بفتح بالمفتاح وأدخل. واحد تاني معهوش المفتاح، يا يكسر الكالون يا يكسر الباب. الجراحة التقليدية النهاردة بقت زي كسر الباب، مش كل عملية دخول للبيت هكسر فيها الباب. أنا هضطر إن أنا أكسر الباب لو فقدت المفتاح. إمتى أفقد المفتاح؟ أنا كمريض أفقد المفتاح لما أفقد الجراح الشاطر الماهر الممتاز اللي بيعمل الجراحة التقليدية بكفاءة شديدة. وبالتالي الجراح اللي بيعمل عملية بالمنظار أو بالميكروسكوب، بيستخدم الجراحة الملاحية، بيستخدم هذه الوسائل، هو أقدر الناس على أنه يعمل لك جراحة تقليدية لو احتجتها. ولكن إحنا فكر الجراحات محدودة التدخل ده عشانك أنت كمريض، علشان ما تقعدش كتير في المستشفى، عشان بعد العملية تقدر تمارس كافة أنشطتك بشكل طبيعي جدا. لان ايه اللي بنعمله في الجراحات محدوده التدخل؟ احنا بنحافظ لك على الانسجه الطبيعيه قدر المستطاع، وبنستخدم حتى في الوسائل البديله اذا كانت دعامه او غيره، بنفضلها عن المسامير والشرايح والكلام الكبير قوي ده، علشان هي اقل ما يكون في احداث ضرر بالتركيب الطبيعي للعمود الفقري اللي ربنا خلقه. بس اوعى تنخدع او حد يضحك عليك ويقول لك عمليه بدون جراحه وياخدك يعمل لك حاجات ما هيش صح ومش مناسبه لحالتك بالظبط. هروح بقى اللي معانا مهم قوي قوي، هو المنظار والميكروسكوب، ادوات رائعه جدا كلها تعني القيمه في ان انا اشوف بشكل افضل. المنظار بيدينا فكره التدخل المحدود بشكل كبير جدا، كذلك الميكروسكوب. لكن ليه بعض الناس وضع المنظار والميكروسكوب على انهم متنافسان؟ لماذا يظهر وكأنه في صراع خفي ما بين المنظار والميكروسكوب؟ ده بيبان في الحوار أحيانا، لأنه غير متخصص. تعرف ده أنه غير متخصص، هو شبطان في حاجة وعجباه الفكرة وبيروج لها بشكل غير طبيعي، وهو مش متخصص. لأن المتخصص دايما أو الشاطر الحاجات دي كلها بالنسبة له هي وسائل مساعدة. أنا النهاردة هستخدم، ممكن استخدم المنظار في خطوة واحدة، ممكن استخدم المنظار في العملية كلها واكتفي به، ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوتين والمنظار في خطوتين. انا النهاردة اللي عنده القدرة على انه هو يعمل ويستخدم كل هذه الوسائل في الجراحة هيعمل دي للمناسب ليه ودي للمناسب ليه. زي بالظبط كده الادوات، الحاجات المستخدمة في تثبيت الفقرات. في مريض يقول لك انا مش عايز اعمل العمليه واعمل تثبيت للفقرات، اعمل لي العمليه من غير ما تعمل لي تثبيت للفقرات، لانه خايف من الاسلوب التقليدي القديم اللي هو بيفتح فتحه كبيره جدا ويحط شرايح ومسامير وترجع تتكسر وترجع تفلت من مكانها وترجع. الكلام ده كله تغير تماما بالوسائل البديله. بنستخدم الدعامات، حتى لما بنستخدم المسامير بنستخدم مسامير ذكيه اللي هي فيها نوع من الحركه، بنستخدم الحاجات دي في نطاق ضيق جدا في حدود المسموح به ولا نوسع استخدامها. لكن لما تروح لحد غير متخصص هتلاقيه بدل ما بيثبت فقره بيثبت 10، بدل ما يفتح فتحه صغيره بيفتح فتحه كبيره، وهكذا. احنا ليس عن لدينا اي تعصب لاي حاجه بنستخدمها في الجراحه، وان كانت هذه الاشياء مصممه ومعموله علشان نوفر على المريض فاحنا بندمجها كلها علشان نديله الكوكتيل الرائع اللي يناسب حالته ويديله أفضل وأحسن النتائج وأسرع وسيلة للتحسن. طيب احنا عندنا قضية بقى لازم نغطيها، الجراحة الملاحية هل هي إحدى وسائل التعامل مع مشاكل الغضروف بمحدودية التدخل، ولا الجراحة الملاحية تضمن أن العملية تؤدى بأفضل طرق الأمان وبعيدا عن لمس أو الإصابة لأي تكوين قد يؤثر على المريض، زي عصب زي شريان زي وريد زي عظم؟ دائما برضو بقول المثل، انا رايح لواحد صاحبي في زقاق في حاره في حته بعيد جدا في مزنق وفيها 100 حاجه هتشتبه مع بعضها، فبقول له من فضلك ابعت لي لوكيشن. بقوم مشغل الموبايل بتاعي وماشي على اللوكيشن، هنا هوصل بسرعه ومش هسال حد في الطريق وهوصل للمكان في لحظه. ده كمان بقى يا سلام لما بدمج مع اللوكيشن ده استخدام القمر الصناعي في ان انا اعرف الاماكن الزحمه فين وما عديش منها، واعرف ان انا اوصل للمكان ده بكذا طريقه، هي دي الجراحه الملاحيه. وبالتالي انا لو هعمل عمليه تقليديه انا محتاج الجراحه الملاحيه، لو هعمل عمليه بالمنظار انا محتاج الجراحه الملاحيه،
لو هعمل بالميكروسكوب انا محتاج الجراحه الملاحيه. ليه؟ انا بضيف لنفسي وللمريض بتاعي وسيله امان عاليه جدا جدا، مش هتضره في حاجه، ده بالعكس هي بتديني المؤشر في لحظتها، انا هنا انا هناك انا روحت انا جيت انا شلت الغضروف بشكل كامل. هذه التطورات في ناس تعبت كتير جدا عشان توصلها لنا، وناس تعبت كتير جدا عشان تحولها من فكره علميه واختراع الى اداه مستخدمه، وناس تعبت كتير جدا عشان تتدرب على استخدامها، وبالتالي دي نعمه كبيره جدا من عند ربنا انها تبقى موجوده. يبقى انا هستخدمها مش تعصبا ليها ولكن تعصبا لمريضي اللي اختارني وحط ثقته فيا. شوف هنا انا بستخدم ايه؟ بستخدم حاجه اله دقيقه جدا جدا، لو انا بشتغل بالجراحه العاديه مش هشوف الاله دي، مش هقدر اشوفها الا لما افتح فتحه كبيره جدا. هنا الجراحه الملاحيه ادتني الميزه الكبيره جدا ان انا اشوف التي وهي شغاله، واشوف شلت قد ايه من الورم او الغضروف ولسه الباقي ما اتشالش، وبالتالي لما احط كمان دعامه او احط حاجه بديله للغضروف احطها في المكان الصحيح 100%، مش هحطها وترجع تعمل اشعه تلاقيها راحت في حته ثانيه. التردد الحراري نجم مهم جدا في المنظومه، ولكن انا دايما اقول ان التردد الحراري زي المنظار، يظلم اذا عمم في العلاجات، واذا اتاخذ على انه ممكن اي حاله تعالج سواء بالمنظار او التردد الحراري، ويجني ثمار نجاحه وقيمته لما يوضع في موضعه. ده حقيقي. ودائما بقول يا جماعة لما تختار حد يديك قرار في علاجك ويشخصك ويحللك مشكلتك اختار ذوي الخبرة، اللي هو ببساطة شديدة جدا أنا عايز أشتري علبة زيت فهروح على البقال الكشك الصغير عايز علبة زيت هيديني نوع واحد ما عندوش غيره. لو أنا بقى راجل شاطر وعايز أختار الزيت بتاعي خفيف كوليسترول وعايز مش عارف إيه وعايز أقارن الأسعار هطلع على هايبر ماركت في كل حاجة هلاقي كل حاجة أعرفها قارن. الجراح الكبير والاسم الكبير هو هيشخصك صح وهيديك الطريقة الصح من وسط 100 طريقة، لأن ده شغلته شغلته. وحتى لما هتبقى محتاج تردد حراري هو اللي هيحولك تعمل التردد الحراري وتعمله فين. ده عيانة بالمناسبة عاملة تردد حراري خطأ. خطأ إزاي؟ الغضروف فرقع وانزلق ما ينفعش بقى أعمل فيه تردد حراري. هنا لو دخلت ببروب ولمس عصب المريض ممكن يتشل زي المريضة دي، وبالتالي هو ما هربش من العمليه، ده راح للعمليه بمعطيات اثقل واصعب كتير جدا عليه وعلى اللي هيعمل له العمليه، لان هو عقد الموضوع. لكن انا لما اروح اخد قراري مع الجراح المتمرس ذو الخبره ويقول لي اه ينفع لك تردد حراري، هنا بقى القصه كلها في امانه الشخص اللي انت بتاخد رايه. يا جماعه مهنه الطب دي مهنه انسانيه بالدرجه الاولى، ومهنه فيها الحكم، وربنا بيؤتي الحكمة من يشاء. كل ما ربنا كرم الإنسان وبقى قريب من ربنا وبيتقي الله في عيانينه وبيحافظ عليهم كويس وبيحافظ على مهنته ويتعب عشانها ويتعب لأجل مريضه عشان يقدم له حاجة كويسة، كل ما ربنا إداه الحكمة أكتر، وهذه الحكمة بتفيده وتفيد اللي حواليه. على فكرة احنا بتجينا حالات، مش عايز أقول كلمة يعني محبطة لأنه لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بتجينا حالات متعقدة جدا 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 بسبب ان المريض عمال يمشي في طريق ملخبط ومحفوف بوسائل خداع كثيرة جدا. هعمل لك هعمل وبعدين يجي يضطر برضو انه يعمل العملية، بس عملها باسلوب وبطريقة مختلف عن لو كان عملها من الاول خالص بدون ما يلخبط نفسه في الحاجات دي. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير اللي بفتخر بوجوده معنا، واي مكان يفتخر بوجوده مع الاستاذ دكتور يسر الحميلي، نورت وشرفت وابدعت. طبعا ضيفي العزيز استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره والمؤسس والمدير لمستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه، واحد من ميجاستر هذا المجال في الوطن العربي، والاسم القدير مصريا وعربيا وعالميا. كان في الناس الحلوه، خليكم مع الناس الحلوه.